السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. نبدأ على بركة الله. للأسف الشديد أخذنا في الحلقتين السابقتين كل قواعد اللغة العربية، وقلنا يا جماعة اللي عنده مشكلة في قاعدة معينة يراسلنا على الواتس، لكن للأسف مفيش حد راسلنا على الواتس خالص إلا الأستاذ ربيع، وطلب مني درس التمييز، تمييز العدد يعني، وده طبعا لسه ما أخدناهوش. أما الباقي ضرب بكلامي عرض الحائط ولا كأن في شيء. معنى هذا نعم، أستاذ ما سمعتش أنا يا ابني اللي قلتي لي، ما نصيفطلك في الواتساب. لا يمكن انا قلت الحلقتين الاثنين دول يا جماعه تشوفوا ايه اللي ناقصكم، ايه اللي ما انتوش فاهمينه، وتقولوا رقم كذا ما احنا عملنا 30 قاعده، رقم كذا مش فاهمين، رقم كذا مش فاهمينه. لكن للاسف طبعا ما حدش قال لي اي حاجه خالص. هل كده انتوا كده واصلين لغايه ما انا ما اتكلمت كده انتوا كده فاهمين كل حاجه؟ ما هو معنى ان حضراتكم ما تقولوش اي حاجه ولا حد يعلق على اي قاعده هو مش فاهمها، معنى كده انتوا فاهمين كل حاجه. بندي كمان مره اليوم يا جماعه القواعد، انا بعتها لكم على حلقتين اتنين، وبعتت لكم الحلقات على الواتس، افتحوا الحلقات وشوفوا القواعد مكتوبه ايه وايه القاعده اللي ما انتوش فاهمينها وكلموني فيها. اظن كده انا كده عداني العيب. طيب، وبالتالي هناخد درس جديد اليوم. بالتالي هناخد درس جديد اليوم. ايه الدرس الجديد؟ الالف المقصور والممدود. الالف المقصور والالف الممدود، كلمة مقصور مش بالكاف ولا بالسين، ده بالقاف والصاد، مقصور. عندنا في مصر بيقولوا عليها الالف اللينة، اللي هي تشبه الياء التي تأتي في نهاية الكلمة، الياء التي تأتي في نهاية الايه الكلمة لكن بدون نقاط، زي كلمة على وإلى. نتكلم بقى على السبورة إن شاء الله. بسم الله. المقصور والممدود. المقصور والممدود. المقصور والممدود. الممدود يعني ألف، ألف مد. والمقصور يعني يشبه الياء المتصلة أو الياء المنفصل لكن بدون نقاط. بنقول هنا ده هو اسمه الألف المقصور، وهنا بنقول عليه الألف الممدود. يبقى ده الألف المقصور وده الألف الممدود. ده ألف، أيوه ده ألف، لو وضعنا أسفله نقطتين يبقى ياء، لو وضعنا أسفله نقطتين يبقى ياء على طول، تمام؟ يبقى أنا عندي مقصور وعندي ممدود. أيوه، طب إيه يعني؟ أنا مش فاهم يعني، أنت بتقول المقصور والممدود، أيوه أنا أعمل أنا إيه بقى؟ إيه اللي أنا أعمله؟ أصل أنت ما أنتش متخيل حاجة. الألف المقصور يأتي في نهاية الكلمة، طب ماشي، والألف الممدود يأتي في وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة. طيب ماشي، انا اعمل ايه بقى؟ واحده واحده عليا. الالف المقصور الممدود ياتي في وسط ونهايه الكلمه، انا بتكلم بقى على نهايه الكلمه. فنهايه الكلمه في الالف الممدود ينطق كانه الف مد، حرف اللي قبله مفتوح وممدود مد طويل. كذلك نفس الكلام المقصور، لكن المقصور لا ياتي في وسط الكلمه، المقصور ياتي في نهايه الكلمه فقط. يبقى الألف المقصورة تأتي في نهاية الكلمة، والألف الممدود يأتي في وسط ونهاية الكلمة، ألف المد اللي احنا عارفينه الطبيعي، تمام.
الالف المكسور والالف الممدود ياتيان، الاثنين بيجوا، يجوا الجوج مع مين؟ مع الاسم والفعل والحرف. الاسم والفعل والحرف. الحرف زي ايه؟ اقفل الكاميرا بتاعتك لو سمحت يا استاذه، او لو سمحت يا استاذ اقفل الكاميرا بتاعتك. الحرف زي ايه؟ الى. يا ريت تكتب معايا، يا ريت تكتب الى. على. حتى. متى. إلا. بلاش إلا، ألا. لا. نا. ما. طب ما هي دي معروفة يا أستاذ. ألا مد بالألف، لا مد بالألف، نا مد بالألف، ما مد بالألف، طب وعلى مد بالألف، وحتى مد بالألف، ومتى مد بالألف، وإلى مد بالألف. لا طبعا، الألف المقصور يأتي مع الحرف. دي أحرف برضه. أيوه دي أحرف، دي نائب الفاعلين، ضمير يأتي مع الحرف ويأتي مع الضمائر. تمام، بس يأتي بهذا الشكل. يعني ايه بهذا الشكل؟ زي ما هو كده. ايوه، يعني اعمل ايه؟ انا كده ما فهمتش حاجه. اصل انت ما انتش واخد بالك، بيأتي مع الحرف ده اخره الف مقصوره ودي اخره الف ممدوده، بدون قاعده. بدون قاعده يعني ايه؟ يعني هي كده. هو كده علماء اللغه قالوا كده وكتبوه كده. يأتي الألف المقصور والممدود مع الحروف بدون قاعدة. اكتب عشان هنعمل، هنمسح ونكتب الاسم. نمسح. اللي ما كتبش يصور سريعا. انا عايز سوق نسخة منه على فكرة اهو. المقصور بقى مع الاسم. المقصور والممدود مع ايه؟ مع الاسم. الاسم عندنا، عندنا الاسم يقسم الى قسمين، ثلاثي اسم. ثلاثي وغير ثلاثي. الاسم يقسم عندنا إلى اسم ثلاثي واسم إيه؟ غير ثلاثي. ثلاثي يعني لا يزيد عن ثلاث أحرف. غير ثلاثي يعني الاسم يزيد عن ثلاث أحرف.
أربعة أحرف، خمسة أحرف، ستة أحرف، تمام؟ الاسم الثلاثي هي هو اسم لا يزيد عن ثلاث أحرف وينتهي الحرف الأخير به، كأنك تنطق مد بالألف، ينطق مد بالألف. بس هل يكتب مد بالألف؟ هل يكتب ألف ممدود ولا ألف مقصور؟ ده اللي هنتكلم فيه. الاسم الثلاثي زي ايه؟ علا، هدى، منى، رشا، سما. دي أسماء. أصل الاسم أجيب المثنى بتاعه أو الجمع. فكلمة علا جمعها إيه؟ علوان. لا أنا مش فاهم يا أستاذ. كلمة رشا رشوان أو رشوات، جمعها رشوات. لا يا أستاذ مش هعرف. تمام، يبقى تاخد الاسم كما أنا زي ما أنا بقوله لك كده، أو زي ما تكتبه لي زي ما هو كده، علا تنتهي بمد بالألف. ركز. منى تنتهي بألف مقصورة. هدى تنتهي بألف مقصورة. سما تنتهي بألف ممدودة. رشا تنتهي بألف ممدودة. طب أنا إيه يعني؟ علا ومنى وهدى وسما ورشا. ايوه يكتبوا بهذا الشكل لانك ما انتش هتعرف تجيب الجمع بتاعه. فانا بلخص عليك الموضوع. فالاسم الثلاثي الذي ينتهي، شوف كله انتهى نطقا بمد بالالف، علا منى هدى رشا سما، واكيد في اسماء اخرى، تمام؟ بس دي الاسماء الايه؟ المتداوله عندنا يعني. الاسم غير ثلاثي سهل جدا. ايه اللي سهله يا استاذ؟ والله الاسم غير ثلاثي سهل جدا. اصعب حاجه عندي الاسم الثلاثي. لو تشوفهم زي ما هم كده وتكتبهم زي ما هم كده عشان ما تصعبش عليك الامور. اما غير الثلاثي، يعني ايه غير الثلاثي؟ يعني زاد الاسم عن ثلاث احرف. سعيد، سعيد ده الكلمه اخرها دال يا عم، ده لازم يكون اخرها الف مد نطقا. تمام، راضي، راضي ايه يا استاذ؟ ده اخرها مد بالياء دي، راضي لازم يكون اخرها الف مد نطقا، بنطقها كانها الف مد. فانا بقول ايه؟ مرتضى. مر ايه ده؟ مر من وراء، مر تا ضا ضا، ده الحرف الثالث اللي بعده هيبقى الاسم غير ثلاثي. مرطى ضا 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 الضا ده الراد، ده اربعه. لا مش اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، ولسه الايه الاخير بقى، هل هو مد بالالف او مد بالياء؟ هقول لك اهو بقى. مرتضى كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثه، بعد الحرف الثالث على طول انشأت الكلمه بقى، اربع احرف، خمس احرف، ست احرف، زي ما تيجي تنتهي بألف مقصورة.
أظن دي سهلة جدا. يبقى كلمة مرتضى مصطفى مستشفى منتهى ملتقى. نكتب بقى الكلمات دي، منتهى ملتقى مصطفى مستشفى مصطفى كل دي كلمات لاسم غير ثلاثي، يعني زادت عن ثلاث أحرف الكلمة وانتهت بألف مد نطقا. طب أقول لك على حاجة جميلة بقى، الكلمات دي اسم، إيه اللي يعرفني؟ زود ألف ولام، المرتضى، المنتهى، الملتقى، المستشفى، المصطفى. المصطفى طبعا، الله اصطفى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن سائر الانبياء، تمام؟ مصطفى، يبقى كلمة مصطفى ومرتضى ومستشفى ومنتهى كلمة اسم زادت عن ثلاث احرف لابد ان تأتي بألف مكسورة. اظن دي سهلة جدا اهي. يبقى انا عندي دي بحفظهم زي ما هم كده، وعندي دي بكل سهولة انا عارف تحلها لوحدي اهو، تمام؟ ركز معايا كده، المقصور والممدود مع الاسم الثلاثي وغير الثلاثي، بس انا لسه عندنا حالات شاذة هنتكلم فيها، زي الهمزة بالظبط، زي الهمزة، وعندنا بعض الناس اخطأت في كتابة الهمزة هنتكلم فيها حالا. المقصور والممدود مع الفعل. لا انت عملت كده ليه؟ هما زي الاسم. نعم، فعل ثلاثي وغير ثلاثي، فعل غير ثلاثي. ركز معايا بقى، الفعل الثلاثي دائما مكون من ثلاث أحرف فقط، تمام؟ ومعنى فعل ثلاثي يعني فعل حدث وانتهى، يعني فعل ماضي على طول. أي فعل مكون من ثلاث أحرف تعرف إن هو فعل حاجة حصلت وانتهت. خرج، ذهب، أكل، أكل، لبس، عزم، نجح، كل دي فعل مكون من ثلاث أحرف، ثلاث أحرف يبقى فعل ماضي انتهى. طب كلمة خرج ده آخرها جيم؟ لا، الفعل الثلاثي أقصد فعل ثلاثي يعني مكون من ثلاث أحرف وينتهي آخره مد بالألف نطقا، زي الاسم بالظبط. فعل مكون من ثلاث أحرف والحرف الثالث له ينطق مد بالألف، ينطق مد بالألف، ينطق، تمام. الفعل الثلاثي فعل مكون من ثلاث أحرف الحرف الثالث ينطق مد بالألف. ركز.
وفي حاجة مهمة جدا هقول لك عليها، جدا هقول لك عليها. فعل الثلاثي مكون من 3 أحرف. لا بلاش بلاش سما دي، نما نما اهو. ده 2 دول يا استاذ، ما احنا مش عارفين بقى الحرف الثالث هيبقى ايه، الف مقصور ولا الف ممدود؟ فانا هكتب الحرفين، نما دعا دعا اهو، الثالث هنشوفه قضى. رجا تمام، نما 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 النبات كبر خلاص. دعا دعا فلان إلى فلان، دعا قضى قضى القاضي مثلا حكمه، رجا تمنى الرجاء تمام. أعمل إيه؟ أخذنا من قبل الفعل المضارع ينتهي بإيه؟ يبدأ بإيه؟ بألف أو نون أو ياء أو تاء، ولو ما أخذناهوش للجماعة الجدد غير الدورة القديمة اللي التحقت بهذه الدورة، الجماعة بتوعنا أستاذة غزال والناس دي كلها تمام، لو ما أخذناش اللي احنا هنقوله ده تكتبوه لنا على اللي في الواتس، نركز بقى ونقول الفعل المضارع يبدأ بأي حرف من الأربعة دول، الألف والنون أو النون أو الياء أو التاء. الألف أو النون أو الياء أو التاء يبدأ بهم الفعل المضارع. بس ركز معايا، مشترك معاه الفعل الماضي مع في الألف، بس في الألف مشترك فعل المضارع وفي الماضي. أكل أكل فعل ماضي أولها ألف، أسمع أسمع أولها ألف، فماليش دعوة بالألف خالص. طب عشان ما يتخمنيش اعرف الكلمه اصلا فعل ماضي ولا اعمل ايه؟ هضيف ياء نون او ياء او تاء للكلمات دي اضافه في الاول عشان احول الفعل الماضي الى فعل مضارع، بضيف اي حرف من حروف المضارعه في بدايه الكلمه دي ايه؟ انما هاخد الياء سهله ومتداوله، نما فانا اقول ايه؟ بس ركز بقى، لما تيجي تضيف حرف المضارعة خد بالك النون مفتوحة والياء مفتوحة والتاء مفتوحة والألف مفتوحة، لما تيجي تضيف أي حرف من حروف المضارعة للكلمات دي ركز، هتقلب الحرف الأول ده ساكن، يعني إيه؟ هقول أهو النون والميم، النون مفتوحة والميم مفتوحة، هحط الياء، الياء هي لازم تكون مفتوحة بقى، والحرف اللي بعدها لازم يكون ساكن، وشكل الكلمة حسب موقعها بقى، ين ها ينمى، ينفع ينمى ولا ينمو؟ ين مو ينمو. عملت ايه؟ انت ايه اللي عملته يا استاذ؟ انا عايز اعرف يا استاذ دي تنتهي
بألف مقصورة ولا ألف ممدودة؟ إيه اللي دخلني الفعل المضارع؟ ما عشان تعرف سعادتك إن الكلمة تنتهي بألف مقصورة ولا ألف ممدودة لازم تحول. أمال إحنا ما حولناش اللي قبل كده، اللي قبل كده كانت أسماء. الاسم لا يحول إلى فعل، ركز الله يخليك. آه، فكلمة نما الأستاذ قال اكتب لي نما، هل أكتب نما بالشكل ده؟ ولا نما بالشكل ده؟ ما هي دي نما ودي نما، أهي أنهي واحدة اللي صح؟ أيوه، عشان أعرف اللي صح فيهم لازم إيه؟ أحط حرف من حروف المضارعة في بداية الكلمة وأسكن أول حرف فيها. ين، ينفع أقول ينمو ولا ينمى؟ ينمو، حلو. طب خلاص، دعا هحط تاء بلاش الياء، رغم ان الياء لذيذه، ده سهل خالص. تد اهي، تد الدال خلاص بقت على سكون، تد عو، حلو. طيب قضى احط الياء، يق يق يقضوا ولا يقضي؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا ينتهي بمد بالواو يا مد بالياء. الكلمة ساعة ما تحط لها الحرف المضارعة لازم تنهيها يا مد بالواو يا مد بالياء. ينفع أقول إيه؟ يقضوا ولا يقضي؟ يقضي ضاد، ومد بالياء، يقضي. رجاء، تر ترجي ولا ترجو؟ ما هو لازم حاجه من ضفت الحرف المضارعه يبقى لازم الكلمه تخليها تنتهي بمد بالواو او مد بالياء. ترجو ولا ترجي؟ ترجو. طب خليها نون، نرجو رحمه ربنا. نر اهي، النون اهي، نون اسمها نون المضارعه، نر والراء اهي ساكن، نار جو اهي. ايوه بقى، انا بقى استفدت ايه يا استاذ من اللي انت عملته دي اللي انا ما فهمتوش اصلا؟ هنعيد الحصه دي تاني مره واتنين، ركز كده. الفعل الثلاثي، الاسم الغير الثلاثي معروف بقى، الاسم الغير الثلاثي ينتهي بألف مقصوره، يعني اكثر من ثلاث احرف في الاسم ينتهي بألف مقصورة. ركز بقى، واللي هقول لك عليه دي نفس الكلام، والفعل غير الثلاثي ينتهي أيضا بألف مقصورة. والفعل غير الثلاثي ينتهي أيضا بألف مقصورة، يبقى أنا عندي المشكلة في إيه؟ عندي المشكلة في الاسم الثلاثي والفعل الثلاثي. الاسم الثلاثي قلنا تحفظه زي ما هو كده، سما ومنى وهدى، تمام، وضية ومش عارف وصفة، يحفظ كما هو، تمام. أما الفعل الثلاثي لا، فعل الثلاثي يعني بتكلم عن فعل حاجة انتهت ماضي، فيقلب الفعل الماضي إلى مضارع. يقلب إزاي؟ بحط حرف من حروف المضارعة في بداية الكلمة وسكن أول حرف في الكلمة وانهي الكلمه بحاجتين اتنين، يا مد بالواو يا مد بالياء. فانا هقول ايه؟ هحط النون هنا، انا احط حطيت ياء، لا احط النون، اقول ايه؟ ننمي ولا ننمو؟ ننمو. ينمو ولا ينمي؟ ينمو. تمام، نفس الكلام، دعا دعا دعا، مالها دي؟ مالها دي؟ انتهت بإيه؟ أحط أحولها مضارع الأول،
فلما حولت المضارع بقت ايه؟ يد عوق. ما انا لما احول لمضارع بحط حرف من حروف المضارعه اهو، ثلاث اركان، يوضح حرف من حروف المضارعه ويسكن الحرف اللي بعد المضارع على طول، وتقرا الكلمه بعد كده اما ان تكون مد بالواو او مد بالياء. اظن دي سهله جدا. تاني عشان اعرف الفعل الثلاثي ينتهي بألف مكسور ولا ألف ممدود، يحول الفعل الثلاثي يعني الفعل الماضي إلى فعل مضارع. فعل مضارع يعني بزود له حرف نون أو ياء أو تاء في بداية الكلمة. أدي أول حاجة، تحويل الماضي إلى مضارع. طب وإيه تاني؟ والحاجة الثانية، ها، رقم اتنين، آه، يسكن الحرف اللي بعد المضارع. حرف المضارعة اهي الياء، الحرف اللي بعده يسكن. طب والشرط الثالث، تقرأ الكلمة على أنها تنتهي بمد بالواو أو مد بالياء. وشوف هي بقى الصح بتاعها، لو انتهت بمد بالواو ولا انتهت بمد بالياء. طب تمام، أنا عملت كده تمام يا أستاذ. أنا بقى ما فهمتش برضو، نما تبقى آخرها إيه؟ هقول لك بقى بكل سهولة آخرها إيه. الفعل الذي انتهى بمد بالواو هو في ينمو، نرجو، تدعو، كل دول انتهوا بمد بالواو يا استاذ. تمام، اللي ينتهي بمد بالواو يبقى الحرف الثالث بتاعه الف، ادي نما، شفتها؟ يبقى دي غلط. اللي ينتهي بمد بالواو الحرف اللي الثلاثي بتاع الثالث بتاعه الف، ها، الحرف الثالث بتاعه ايه؟ الف. واللي بينتهي بمد بالياء الحرف الثالث الف مقصوره. شفت بقى؟ اهي بدون ياء، بدون نقاط. يبقى دي اسمها ايه؟ نما. ايه عرفني ان هي الف مد؟ انتهت بالف مد، لان خلاص بحط مضارع الحرف المضارع ينمو. طب قضى، ايه اللي عرفني ان هي انتهت بالف مقصوره؟ حط حرف المضارع يقضي. أظن الفعل الثلاثي أسهل ما يكون. طب والفعل غير الثلاثي ينطبق عليه نفس كلمات الاسم، ده الجزء الأول من الحلقة على فكرة، الحلقة القادمة استكمالا مع الأخطاء الشائعة إن شاء الله، آسف، مع القاعدة الشاذة في الإيه؟ في المقصور والممدود. تمام؟ يبقى أنا عندي الاسم غير الثلاثي والفعل غير الثلاثي ينتهي بألف مقصورة من غير ما تناقش. من غير نقاش، من غير نقاش، ما عدا ما عدا ايه بقى يا استاذ؟ الحلقه القادمه بقى نقول ما عدا ايه، لان الحلقه لم يتبقى منها الا دقيقه وبعض الثواني. اي استفسار، اي تواصل، 010-211-69941، ده من داخل مصر. من خارج مصر زائد 20-010-211-69941. وإلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أي استفسار، أي تواصل، لازم تكلمنا على الواتس. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.